تقرير يمكن بيحكي عن البدايات عن كابتن أحمد السيد، بس أكتر حاجة ممكن تكون جذبت انتباهك وانت بتسمع التقرير في خلال مسيرتك الكروية دي يا كابتن؟ يعني أكتر حاجة جذبت انتباهي في التقرير ولا أكتر حاجة في التقرير وانت بتسمعه دلوقتي كنت منتبه قوي؟ بشكر طبعا على التقرير، بس طبعا هي أكتر حاجة في التقرير لما مشيت من النادي، يعني هي دي كانت مع تكرار الإصابة. لا، أما مشيت من النادي الأهلي عارف 2012. كان تكرار الإصابة سبب اعتزالك وانت عندك 36 طبعًا سنة؟ طبعا أنا عندي إصابة من صغري، يمكن كابتن هاني يبقى عارف موضوع القرحة اللي في الركبة دي تبقى صعبة شوية على اللعيب. جات لي وانا عندي 21 سنه، وقعدت استمريت لعبت عليها لحد 15 سنه. فكانت بتاثر شويه، خصوصا بعد ما سبت النادي الاهلي. الملاعب اللي بتمرن عليها بتبقى صلبه شويه، ناشفه، فدي بتاثر في الركبه. فكانت الموضوع ان العضله تقبل الجيم دي كانت تبقى صعبه جدا، فقررت ان اعتزل. لا، مشوار طويل يا احمد، وبطولات كتيره جدا جدا مع النادي الاهلي، واعتقد في كواليس كمان على المستوى الفني بالنسبه لمانويل جوزيه هنتكلم عليه، لان اعتقد علاقتك بمانويل جوزيه علاقه خاصه شويه، وكان بيؤمن بيك بشكل كبير جدا. لكن خلينا قبل ما نوصل لمانويل جوزيه عايز اكلمك، انت لعبت على طول في مركز السيرد باك، ولا يمكن انا سالت كان موجود اينو قبليك فقال لك كان بيلعب سيرد باك وبعدين في وسط الملعب. انت من اللعيبه من وانت صغير او في نادي النيل كان البوزيشن بتاعك ايه؟ انا اول ما لعبت في نادي النيل وانا صغير كان عندي 10 سنين، كان كابتن عماشه، كنت بلعب باك رايت. يعني كان وانا صغير كنت طويل وكان عندي برجلي واسع، فكان بالنسبه لي ده حاجه كويسه. يعني انت في سن 10 سنين كان كنت طويل بالنسبه للسن، لدرجه ان انا حتى اما جيت اختبر في نادي النيل هم كانوا فاكرين ان انا مزور سني، لان انا طويل وش صغير بس طويل يعني. فبداوا طب شهاده ميلادك، فانا كده كده من سكان المانيا اللي قدام النادي، فجبت لهم شهاده الميلاد، لقوا السن كويس وتاكدوا خلاص وكملت. فكابتن عماشه جه في وقت كده قال لا انا عايز اوظفك تلعب ليبرو مش مساك، ليبرو. قلت له ماشي، فقعد يعلمني مهام الليبرو ويمرني في الملعب، يعني فرق معايا شويه في التمرين بس، لحد ما رحت النادي الاهلي. كابتن خالد رحمه الله قال لي انت يعني انت استايلك مش ليبرو، انت مساك. كابتن خالد جلاله؟ كابتن خالد جلاله. اول سنه رحت الاهلي 14 سنه كنت رايح المفروض ليبرو ولعبت مساك. مين بقى اللي وداك النادي الاهلي؟ كابتن فتحي عماشه. انا كنت في نادي النيل الحمد لله كنت مسمع كويس، لان يعني اما كنا في الناشئين كان في كل نادي كده بيبقى في لعيب مسمع، في اثنين لعيب زي دلوقتي مثلا، في لعيب مثلا في نادي مثلا النيل مسمع ملفت، يعني هنلعب مع بعض هيبدا الكلام يكتر ان مثلا في لعيب كويس في نادي النيل. فانا نادي الاتحاد العثماني اللي هو نادي مزارع دينا كلموا نادي النيل قالوا احنا عايزين يقعد معانا زي فتره معايشه كده ونشوفه. فاتمرنت معاهم بالظبط اسبوع، طلبوا ان هم يتعاقدوا معايا. نظام التعاقد زمان كان مقايضه، ما كانش فلوس. يعني مثلا ادوات بالظبط، يعني الظاهر اختلاف مثلا كان على كورتين او حاجه كده مثلا، او كان كده فعلا. لا صحيح. يعني كور ادوات بالذات في قطاع الناشئين، يعني الولاد الصغير مثلا الصفقه تبقى اوكي عندكم 50 كوره او طقمين لبس، هو بتبقى ما كانش فيه فلوس كدا. ما كانش فيه فلوس خالص يعني. فطبعا كان هم مختلفين شويه، النيل كان طالب حاجات كتير. ودي فرقت الحمد لله، يعني كان من عند ربنا كده ان النادي الاهلي كابتن حماشه كلم كابتن خالد جد الله. كنت انا الفتره دي بقعد اختبر كتير في الاهلي، بس نظام الاختبارات زمان كان الملعب في ملعب اللي كان في الجزيره اللي هو اللي اتنقل جنينه دلوقتي. لا مش التيتش، اللي اتعمل جنينه دلوقتي الفرق الورق اللي هو اتعمل جنينه دلوقتي. كان بيبقى بيقسموا الملعب ممكن 10 ملاعب، يعني اربع ارباع الملعب والربع ملعبين كمان. فاختبارات بقى بيجي من ناس من الشرقيه وناس من هنا، فطبعا كله بيبقى فكر الناس ان انا لما اخد الكره واقعد اجري بيها يبقى هو ده الصح. فكل واحد ياخد مثلا يبقى زميلي معايا في الكره زيني واخدها مني اللي هو عايز ابين ان انا كده، فما كانش بيبين اي حاجه، ما حدش بيبين. صعب.